أما اسافر. ما ينفعش يعني اسيب عمر لايس لوحده مع ابوي في المستشفى. طب اقعد افطر الاول وبعدين ابقى اسافر. ترى ايه يما؟ انا خلاص اتجوزت وخلفت. الساكي بتعاملني عن عيل صغير. مهما كبرت هتفضل في عيني صغير طول عمرك، ولا ايه رايك يا فاطمه؟ ونيان يا خاله، ينفع اتكلم بعد كلامك؟ ده حتى سيمنا بقى انساني خالص. هفوتها لك يا بنت مغاوري. اه يا فاطمه، وانا اقدر انساكي برضك. انسيني انت، يلا روح عندها لعمه وخالتي، خلينا نسلم عليها. هتاكلي معايا تغريد؟ جبنه ولا عسل؟ عسل. انت اللي عسل يا عسل. يلا فاطره. قولي لي يا تغريد، نفسك ايش تروح المدرسه؟ نفسي يا ابوي بتجي المدرسه. ده انا اوديكي احسن مدرسه، اوديكي المرجديه عشان تتكلمي فرنساوي. يا سمناع يا سمناع، في يا زرزور؟ دياب البندار انقتل، دياب البندار انقتل. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. امنت بيك يا رب يلي بتقبل دعاء الولايه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني انت اللي قتلتيه ولا لا يا نفيسه؟ لو انا اللي قتلته كنت درت النجع ارجز وزغرت، لاني خدت بتر جوزي. ولو عايزين تقتلوني اقتلوني، انا مش هكون اعز عليكم من والد عمكم نافع اللي قتلتوه. قصر كلامك، اللي قتلتيه ولا لا؟ انا بقول له يا همام. ملك صالح انت يا مناع، وانت كمان يا ناجي، يكون في علمكم انتوا الاثنين الشك زي ما هو طايلها طايلكم انتوا كمان. ربنا خلاك تشك فيا انا كمان وتجيبني لهنا عشان اشوف دمه سايح وناري تبرد. بقول لك يا مرأة مخلولة، قسما بالله لو ما بطلت الحديد ده لكون قاطع لسانك، وبتوريني مين هتكفل بعيالك يا نفيسة. اللي انتقمني من الظالم قادر يربي عيالي. خبري يا نفيسة، اهدي يا بنت الناس واعدلي مال. احب على راسكم تسامحوا جوزي نافع. جوزي نافع كان خواف وضروري اللي وزه وجوه قلبه هو دياب. يمين بالله مرة لو ما بطلت كلامك الماسخ ده لكون قطع لك لسانك الزالف ده. الحمد لله فلوسنا رجعت لنا بالتمام والكمال يا نفيسة، والمسامح ربنا. انت وعيالك ملزومين مني لحد ما العيال يكبروا ويبقوا رجالة ويعتمدوا على روحهم واكلكم وكسوتكم. هديكم من بيت حسان، ربنا يجعله عامر دايما بحسكم يا سمناع. يلا قومي معاي دلوقتي يا نفيسة وخلي الرجال يتحدثوا. تعالي هعدي لك موضوع الشك وما الشك ده، لاني مقدر ظروفك وعارف اللي انت فيه. انا مضطر امشي، كان بودي همام يعني استنى معاك لحد ما تاخد عزا عمك، لكن ابوي في المستشفى وحالته خطر. معلش يا مناع ما تاخذنيش، عايزك تبلغ عمي حسان من العيبة اللي طلعت مننا في حقكم في رقبتي، في رقبتي يا مناع، وانا ملزم باللي احكم بيه عم حسان. خلاص فض هسيرة ولم المولد ده. هتجنن هتجنن يا مناع، نفسي نعرف مين اللي قتل عمي. آه
الشيطان اللي لازم تروح له او تقطع راسه وتدفنها مع عمك، ومش بعيد تلاقي دم عمك على خلقاته لانه كان منكاد منه. مين مين يا مناع؟ قل لي غيرتني. بانه هرب يا كبير. اقلب الوضع عليها واطيها، شوف اي حاجه. شوف اخر قديم يا كبير، عليها دم. ده دم اسود وناشف قديم. بالله جلبيه حريني كان بيعمل عليها سحر. بقول لك يا شوقي، احرق الوضع ده، مش هنشوف لها اي اثر. وتاخد معاك رجلين وتدور في النجع كله. عايزك تجيب لي ابو الحمد حي او قتيل متعلق من عرقومه. يلا يلا يا رجال. الله ما دايما لوجه الله. الله يرحمك يا دياب. بقايا في حياتك يا همام. لا ناجي، انا مش هاخد عزا عمي غير لما ينقتل ابو الحمد. على اي حال انا جاي اقول لك شد حيلك، ما فضلش الا انت دلوك للعيله كلهم في حمايتك ومتعلقين في رقبتك. فرصه ولد عمنا نبتدي من جديد وبلاها زراعه الحشيش دي ولو انها طلع من عيني. اسمع يا همام، كيف ما قال مناع ولد اخوي، الحكومه عن قريب جايين هنا هيحطونا على الخريطه ويضمونا لاقرب مركز. علشان كده ما يصحش يعني الحكومه تجي النجع يلاقونا بنزرع حشيش. احنا سمعنا الحديث الماسخ ده قبل كده وما فيش حاجه منه بتتحقق. وبعدين لما نبقى نشوف نفر واحد من الحكومه جاي على بعد 100 كيلو نبقى ساعتها نقلع الحشيش ونقول لهم اهلا وسهلا. بكيفك وانت حر في اهلك وناسك. الا مفيش حد من عيلة عبادي جاي عزينا كيفكم. كيف يا همام؟ انت ناس ان دياب الله يرحمه قتل عبادي وسناري؟ كيف عاوزهم يجوا يعزوك او يجملوك؟ صح، ومش بعيد ينصبوا عز عبادي وسناري الليله شماتة في عمي. لو عملوا كده يبقوا غلطانين، كانهم بيقولوا ان ليهم يد في قتل دياب. لا اله الا الله، اهدى. عشتوا يا بندرية، عشتوا رجالة البندرية. لقيتوه وقتلتوه ها؟ لقيناه مرمي على الطريق قاطع النفس. أعوذ بالله، وشوا عليه غضب ربنا. ده ما يدفنش في تراب مسلمين ده. شوفوا له أي متوة. وشه مزند كأنه مخنوق يا ناجي. ولا يكون طصته عربية. خدوه خدوه افحطوا له فحطة وارموه فيها. دلوقتي أقدر أقول لك البقايا في حياتك يا كبير البندرية، والليلة هجيب رجالة العيلة وهناجي نعزيكم. شايفك ده ناجي؟ خذ بنصيحتي يا ولد الناس وارفع راسك وسط النجع، وقول انك خدت بطارك من ابو الحمد اللي قتل دياب عمك. انصب العزا وتوكل على الله. ولو العبايده نصبوا عزاهم الليله انا هروح لهم واقول لهم يكسروا الشر وبلاش يدعوا نفسهم بالكذبه حاجه ما عملوهاش. شوف يا ناجي، لو العبايده نصبوا عزاهم الليله هيبقى اعتراف منهم انه هم اللي قتلوا عمي. ايوه، ويتحمل النتيجة. راس عمي بعشرين راس من العبايدة. ولا واحد ولا عشرين، هي على كده خلصت خلاص. والبقية في حياتك يا كبير البندرية. يلا يا مغاوري. يلا كبير حياتك البقية يا ناجي.